دعت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من محافظة جدة مستخدمي الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن. ودعا المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبو زيد جميع المواطنين والمقيمين خاصة من لديهم أمراض تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة، وأهاب بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم 997 عند حدوث أي عارض صحي لا قدر الله، وطالب جميع المواطنين التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ وعدم التجمر عند الحوادث حتى لا تتم إعاقتهم عن عملهم. ألف سلامة، وإن شاء الله موجة كده عابرة وتعدي بسلام.